اليوم في مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، يصادف اليوم 25 من فبراير اليوم الوطني لدولة الكويت الحبيبة، وبدورنا أكيد نتوجه بأسمى التهاني للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأكيد بهذه المناسبة العزيزة لازم نحتفل معاكم ولكل شعب الكويت أهلنا وأحبابنا. الله يجعل الكويت دائما في سخاء ورخاء، والأدم علينا جميعا نعمة الأمن والأمان. هذا الهاشتاج اليوم كان العيد الوطني للكويت، وبذلك نستعرض معاكم أبرز التغريدات التي جاءت في هذا الهاشتاج. وخلونا نسمع هذه الأغنية ونرجع لكم. أنا سعودي وأحب جاره عزيزة وغالية بقلبي، عطتني الطيب ومقداره، خدت تقديري وحبي. أنا سعودي وأحب جاره عزيزة وغالية بقلبي، عطتني الطيب ومقداره، خدت تقديري وحبي. تقصدني 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 كويت العز أقصدها، وأقصد أهلها الطيبين، بصوت الحب أرددها، سعودي كويتي مجتمعين. كويت العز أقصدها، وأقصد أهلها الطيبين، بصوت الحب أرددها، سعودي كويتي مجتمعين. حنا عين نشفي معنا براس واحد، نتفق في كل شيء والراي واحد، والسعودي نكتب يكتب باسمك، يا راسم بلون الفرح والحب برسمك. وبهمة رجالك حققت آمالك، وصلتي لمجدك ارطب أفعالك. يا كويت يا كويت يا كويت، زمن تاريخها يشهد، كتبها ثبت صفحاته، وحاضر دوم يتجدد، رسم للمجد خطواته. زمن تاريخها يشهد، كتبها ثبت صفحاته، وحاضر دوم يتجدد، رسم للمجد خطواته. صباح الأحمد الجابر أبونا القايد الإنسان، معه بيت الوطن عامر، حكيم وحكمته عنوان. صباح الأحمد الجابر أبونا القايد الإنسان، معه بيت الوطن عامر، حكيم وحكمته عنوان. حنا عين نشفي معنا براس واحد، نتفق في كل شيء والراي واحد، قلب السعودي يكتب يكتب باسمك، يا راسم بلون الفرح والحب برسمك. وبهمة رجالك حققت آمالك، وصلت لمجدك ارطب أفعالك. يا كويت يا كويت يا كويت، We'll be right back.
على عهود المحبة دي معك يا درة الأوطان ولا يفكر حد يعاديك يضل سيف الحزم سلمان على عهود. كل عام والكويت العزيزة بألف خير أكيد قيادة وشعبا.